يعني مالك طاب خلط فيها خانو؟ عم قلك ابن عمي كنا بمباركة امي وما لحقنا نعمل شي. ايوه وين ست الحسن؟ فاتت تسطح يا بعدي. قال شو حبلا متعبة. يا عيني يا عيني. ايه شوفي ليش صوتكم ملعلعة؟ اهلين ابن عمي. صح النوم. وين الطبخة يا ست الحسن؟ ليش دوتلت فيها انتي ما طبختي؟ لا حبيبتي ما طبخت ما لحقت. يوه كنت اعملي لك اي شي من قريبه. وما تعملي لك انتي شي يا بعدي. انا هلا خلصت حمام الصغيرة. بعدين شو هدا خانم مفكرة انك تتسطحي لك 3 شهور وانا اشتغل لك خدامة بهالبيت؟ بلشو خرسي. سامع ابن عمي. وانتي التانية خرسي لك تضربي منك الى ينكو تكراركم ان شاء الله. لك انا شو باخذ منكم الا الخناق واللعي؟ لك شو هالحاله هي؟ شو هالحاله هي؟ احط لك مكدوسه وكم حبه زيتون تسند فيهم طولك بين ما اعمل لك صحن مجدره هيك على كيفه. اسند طولي وصحن مجدره نعمه. قل لك شغله انت وياها، انا ما عاد حط لقمه بتمي بهالبيت. لا تؤاخذونا. السلام عليكم. السلام عليكم. ابن عمي وين رايح؟ طول بالك شوي ابن عمي. الله يخليك. عجبك هيك؟ هاي الرجال طفش من كسلك ولا تبروتك؟ أنا ما راح